السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالسادة الزملاء الأفاضل. يعني وجدت فائدة أردت أن أشاركها معكم إن شاء الله. جوجل أنشأت موقعا Teach from Home أو التدريس من المنزل، فيه يجمع أدوات التعليم التي هي أصلا موجودة في جوجل، وربما يعني أضافت بعض الإضافات البسيطة. موقع مؤقت يتضمن معلومات وأدوات لمساعدة المعلمين والمعلمات خلال أزمة انتشار فيروس كورونا المسترد. طبعا هذا الموقع ب 11 لغة، وفيه أدوات تعلم كثيرة. جيد، تختبر من هنا اللغة ويأتيك بالأدوات التي تحتاجها في هذا الموقع. هذا الموقع يتضمن العديد من الأدوات التي يستخدمها المعلم، يعني ينصحك باختيار مكان مناسب لإجراء مكالمات الفيديو والحصص التعليمية، وهانج أوت ميت البرنامج المعروف للاتصال من خلاله، وكذلك إعداد جلسة أسئلة وأجوبة مباشرة من خلال العروض التقديمية أو ما يوازي الباوربوينت على الحاسوب. أيضا يعني عمل بث مباشر، وهنا كلاس روم المعروف والمشهور جوجل كلاس روم. باختصار هذا الموقع مهم جدا. طبعا هذا نماذج جوجل، وهنا مستندات جوجل، وهنا الترجمة، وهنا الكتابة بالصوت، تستطيع أن تتكلم وجوجل يكتب. جيد، كل هذه أدوات مهمة جدا 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 للمعلمين. جوجل كلاس روم وجي سويت أيضا من الأدوات المهمة جدا. هذا الموقع مهم جدا، سنترك لكم رابط الموقع للاستفادة به إن شاء الله، وربما يعني نفعل فيديو متوسع لشرح الفيديو وأفضل طريقة للاستفادة منه. سنترك لكم الرابط في وصف الفيديو. شكرا لكم، كان معكم صفوة بدوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.